سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباحكم الصباحي والورد والملاحي، صباحكم صباحين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، اليوم يعني الله يحفظكم. يتني رسالة، ما برسالة، مقطع فيديو وأفرح لي وشفته يمكن أكثر عن 10 مرات عدت الفيديو. الفيديو بنزله كامل لكم على الحين، انت يمكن اظني دقيقتين او دقيقة ونص، تقريبا دقيقتين ونص اظني. ما كنت حطيت فيديو لشخص يشرح قصة، لكن المرة هذه يشرفني لان الموضوع غاية في الاهمية، وجميل جميل جميل يعرفنا شيء نحن ما نعرفه من الاساس. يعني نشوفه في الاحتفالات غير ما نعرف شو معناه. ان شاء الله انكم بتتابعون. السلام عليكم. في كثير من الاحتفالات اللي يحضرها الملك سلمان يطلب السيف، وفي كثير من الناس ما يعرفون ان هناك قصيدة معينة بسبب هذه القصيدة في غالب الاحيان يطلب الملك سلمان السيف. يعني يوم بتشوف اي احتفال في المملكة يحضرها الملك سلمان وبتسمع هذا البيت اللي يقول: مني عليكم يا هل العوجة سلام، واخت الصبوه تركي عمى عين الحريب، اعرف ان الملك سلمان بيطلب السيف. شو قصة هذه القصيدة؟ بقولكم اياها. في 1904 ميلادية كانت هناك معركتين اسمها البكيرية والشنانة، هي من المعارك اللي بسببها تأسست المملكة العربية السعودية، وكانت ما بين عبد العزيز بن عبد الرحمن اللي هو والد الملك سلمان وعبد العزيز بن رشيد. هذه المعركة كانت في القصيم، فعبد العزيز بن عبد الرحمن والد الملك سلمان استعان بأهل جنوب نجد وأهل القصيم، وعبد العزيز بن رشيد استعان بالعثمانيين. هذه المعركة كانت مهمة وفاصلة للملك عبد العزيز، لأن عدوه كان مستعين بالعثمانيين وبالأسلحة الثقيلة اللي عندهم، وهو كان مستعين بأهل القصيم اللي هم وقفوا وياه وميلوا كفته وفاز وانتصر في هذه الحرب. فخلال هذه المعركة طلع شاعر اسمه محمد عبد الله العوني، قال هذه القصيدة: مني عليكم يا أهل العوجة سلام، واخت الصبوه تركي عمى عين الحريب. هذه القصيدة حتى الملك عبد العزيز في الاحتفالات اللي كانت بعد تأسيس المملكة كان وايد يتأثر فيها، وكان في جدل حول مصطلح العوجة اللي انقال في هذه القصيدة، لدرجة ان الملك سلمان كتب مقال بنفسه في مجلة اليمامة قبل سنوات يشرح فيه معنى العوجة، وهي منطقة الدرعية في السعودية. ولاحظ الملك سلمان اول ما يسمع اول بيت في هذه القصيدة تتغير تعابير وجهه ويتأثر. شوف الفيديو. ومن بعدها على طول يطلب السيف، وأصبحت هذه القصيدة تقال في كل الاحتفالات اللي يحضرها الملك سلمان. اختار اي واحد فينا، اختار غصن الشريش من القراين هو اللي عليه الاختيار. ارفع الشاشه لفوق. قوم عاد الكش خمسكته اليوم رسمي اسود على اسود وكحلي، ترى البنطلون ترى ازرق غامق، حب تحرونه وين يبين؟ والله لا يبين ولا شيء، كله اليوم مظلم مظلم. براي ايش اسوي؟ ما شي فايده، ما طلع يبين. هذا اسود، هذا اسود ترى اللي فوق، وتحت هذا ازرق وجوتي اسود. هي نعم ابو خليل. How are you my brother? I'm fine. Good. الحمد لله. What about you? انا رقم واحد. الحمد لله. الحمد لله. بخير انت اليوم؟ I'm fine. كل اللي تبي اطمن عليك اطمن. نعم ابو خليل، شو وضعك؟ الله عليكم الف عافيه. وضعك زين؟ راس ابو خليل. يعرف تسلم، يعرف تسلم، انت البركه. الله يسلمك. وين بنسير وين بني؟ العلم عند الله، ما ندري. يعني سنتنا حبة تبتدي اليوم، ظهرنا وايد مخر ظهرتنا. طيحة الحمالة باحة كانت موجود. أقول لكم ثارة طلع أزرق كحلي، بالله ما عرفت. إبراهيم قال لي
شكرا ابراهيم، شكرا على الإضافة المعلومة. في اليوم في الكبت ظهر لنا على سنة زرق، يعني فوق زرق وتحت زرق، يعني شو بسوي؟ ما عليه اليوم الذوق شوي عنقيشي، لكن برايه ما شاء الله عليك ابو خليل رقم واحد اليوم، انت رقم واحد في كل شيء. ترويلاتك شوي عبر انك اليوم الحمد لله شوي زين زين، الله يواليك العافيه ان شاء الله. بنسوي صوره جماعيه، صوره جماعيه. ايوه هاي واحد يبتسم. تشيز تشيز 1 2 3. ثانك يو. شو رايك؟ حلوه الصوره؟ اكيد تشرب منك محمد حلو. شكرا شكرا ابو خليل، الله يسلمك. ابراهيم مني هاي الحرمه اللي واجب تسوي وياها؟ لا لا لا، من الكويت، من البحرين. طيب خير، ما تشوف اول ما شافتنا ابتسامه وضحك ومرحبا وسهله، مشكوره مشكوره يا البركه، يعني الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. ما زين الا لون جوتيك يا ابوك. زين ابو خليل، شو العلوم؟ شو الاجواء؟ شيء ممتع وفنان ولا؟ شيء ممتع وفنان ولا لا؟ اكيد. زين بلاكم بخير ان شاء الله. ودي اوادم شفتك زد عمره بعد. وين الاوادم؟ ما تشوف اوادم؟ كلهم ما بوايدين يعني؟ الناس بعد تقول شفت الباحب الله يعك الشارع هذا؟ ما في نفاخ الضوء. واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن ردت الحياه. ابراهيم هاي يوم اقول لك جنة بدون ناس ما تنداس، جنة بتجلس روحك فيها كأنك أرضي منو بيشاهدها؟ لازم هي والله ما شي شرات المكان اللي فيه ويل وساير وياي، ما تشوف ما شاء الله الإمارات عندنا كل هالعالم تصير وتي عليها. شفت عدد زوار مطار دبي كم وصل؟ مليار مليار إبراهيم وصل، اللي اختفوا ووصلوا مطار دبي مليار، مش رقم بسيط، رقم الواحد يفتخر خليل. فشيء مفرح انه يوصل عدد زوار مطار من مطارات الدولة اللي هو مطار دبي الدولي مليار، هذا مش شيء بسيط، شيء مفرح ويدعي تفتخر في هالرقم. هذا انجاز يدل على شيء انجاز انجاز وشيء متعوب عليه. لكن هذا الشيء ترى ابراهيم حصل من كم من يوم اللي حدث في دبي، شيء ما كان حصل في اي دوله في الدنيا العودة. اللهم لك الحمد. تخيل ان الشيخ محمد بن راشد يعني الله يحفظه يعني رغم مشاغله واموره ودنيا يعني الله يبارك فيه، هو اللي استقبل الشخص رقم مليار اللي يدخل مطار دبي. كم نحن سعداء بهالانجاز. هالناس كلها بتجي من هالدول العالم يا ابو محمد، حاصلين الراحه بدوله الامارات. اللهم لك الحمد والشكر. والامن والامان وطمأنينة. براني اصور قراطيس يا ربي، انت كم جايب بيزات وياك؟ انا ما ازرع هالقراطيس كلها ولا فلوس ابورا جايين. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. كيف انتم؟ انتم ابو ظبي من دبي؟ لا يبين من العين هذا، يبين ما يحتاج تقولين. الله يحفظكم ان شاء الله، يبارك فيك. يلا ترى يا اساس ابو كنا نحيينه. اوكي بس انا بطلع وجهي. اي وليش شرات عندي جوتي؟ شرات جوتيك على فكره. اي والله بسم الله جوتيك مره ما يوالمت انت. لا غير نمونه ما بو حلو. حرام عليك. اي والله لو انا جوتي هاي جوتيها فنان. عاد انا خير عند جواتي كنت. ابو هامل السلام عليك. شفت والله عليك ابو خليل فنان. ها ازرق على ازرق. يلا مشكلة الوقت هذا اللي نحن فيه، كل ما تصير بقعه كل ما تصير بقعه تلقطها في ما تصير كوفي مطعم اي الحين دخيل الله نبنيلس نبنيلس في اي مكان يكون ناكلنا بسكوت ولا شيء ولا شيات ونسير، ما نبى شيء يعني رسمي. على ما قال لنا اليوم بنسير نتغدى في مكان وايد فنان ان شاء الله. بالنسبه لي يعني ما اظهر المطاعم اللي اسير لها، لان المطاعم ما في اي لسانه اسوي شو للمطاعم وما تشو. انا اصور اذا في شيء غريب او عجيب، انما مطاعم لندن كلها العرب تعرفها، كلها الناس يعني ما في شيء غريب ما حد يعرفه. فالفلسفه ما بعدل ان الواحد يتفلسف.
أسير المخالف. هي هي هذا فنان. أروم أسير بقعة وجدد أقول إن هذا زين وهذا مبزين وهذا يتشاهد وهذا ما يخصني، لأن ترك اللي ما يعنيك روحه فائدة. نعم الله كلها طيبة وفضلها كله زين وكله غاوي، يسد إنك توصل أماكن بعيدة وتأكل من أكلهم وتعيش في ثقافاتهم وتشوف أماكن ما شفتها. فلذلك أنا ما يخصني في مكان يعني مدعاي لجل أني أبدي وجهة نظري في المطعم هذا على عيني وراسي أو في المتجر هذا أو في المكان هذا، لما أسير كمتطفل أقول هذا أكلهم ما يتشاهد وهذا أكل يتشاهد، يعني هذا المكان اللي أنا بدمه هذا فاتح كذا بيت وكذا أسرع عايشين وراه، أدمه ليش؟ أنا منو جنابي جايني للبيت وعذر فيه برايه، لكن انك انت تتعنى لهم الى عقر دارهم وتسبهم وتسب اكلهم وتسب لبسهم وتسب عاداتهم وتقاليدهم الى سفي بيتك انت شو تبع. شوف ابوي هذا شو اسمه هو كستنة، وانا واجب اصور لكم شوية ارمس شويونة لان اعطاني اياها الريان. شكرا جزيلا يا ابوك، يا ابوك حجيت ولا دريت. نعم ان شفت ان قطو فارن بمصير يوم اعطيتني الكستنه، كستنه ودافي قال لي هاي منقوله، قلت له يا ابوك لو شفتها في يديك روحي بمرطها. يا الله انزين الحين منو حضرك الله يحفظه والله والنعم من هالعين ابو ظبي الله يبارك فيك، وهالريال منو والله والنعم ما شاء الله ما زين لا الاصفر خطر علي خطر علي ينطق يا الله يبارك كلهم خير وبركة الله يحفظك يبارك فيك. شوفكم لا خليت منك الله يحفظك. فذوقك يا الإنسان رد على موضوعنا، ذوقك يا البنادم يخصك أنت، متى ما طلب منك إبداء رأي تبدي رأيك بينك وبين اللوادم اللي أنت وياهم ربعك، إنما تظهره على اليوتيوب وفي التلفزيون وفي الصحافة وتكتب في الجرائد إن هذا المكان ما بزين ولا إن شاء الله حاد منك. ليش يعني من أمك لأنك أنت تهذر العرب أو تعذرب في أمورهم؟ الحين الحمد لله فلذلك نزل قانون في الإمارات اللي هو محاكمة أي إنسان يسمونها الجرائم الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية هاي تجرم أي شخص يعذرب بأي منتج أو أي شركة أو أي بلد أو أي شخص أو يطري أي شيء، هذا الشيء ما بعدل. فلذلك يعني انك تقول كلمة طيبة او تصمت. ظاهر من جدا فندقنا خطاف نسيد تحيدون فندق هذا اللي توني انا ظاهر منه مشاهد الحديقة هذه وظهرنا ويوم وصلنا الحديقة ولان شيء مطعم مشاهد هالبناية حمار وما صوره لان حرمات خاطفات زين وين المطعم هذا مش مطعم اظني كوفي هو هذا هو ودخلنا انا وابراهيم والحبيشي بين الطعم شو عندهم شكل اللي عندهم والله أشياء خفيفة ما أكل إنجليزي يعني مش عربي أظني لكوني طالي ما أدري عاد شو بين الطعم وبناكل وبنسير وخلاص بخبركم عن مكان عشانه هو عشاء وهو غدا بيكون مكان مميز مكان فنان ودور عنوانه من سنة مكان قديم مطعم وايد قديم يا غير ما سمعت عن العام عام الأول ما وما تذكره إلا في آخر يوم في السفر فالحمد لله اليوم تذكرت. شو اختيارك وقع عليه؟ أنا بومبي. ها؟ بومبي بتاتو. هذا إبراهيم يبقى بومبي بتاتو وأنا اللي عداله ما أعرف شو اسمه لكن بنطالع شو هو بنخبركم عنه. الحبيش يختار هذاك الكارت كيك. The excuse me ده could you when I what is that here؟ أها توتيا. What a kind of restaurant this one؟ No, the food Italian. It's Serbian. Serbian. Okay, and this one, what's inside it? This one potato, green beans, peas, and salt and pepper and spice. And this one? And this one is carrot, ginger, cabbage, white peppers, rice noodles, and spice. Thank you very much. خذنا نحن ثلاث نمونات. أبو هامل بغى أبوي كارت كيك نحن طلبنا ثلاث نمونات. واللي بيوز بناكل منه واللي هابي عايز ما باليد حيلة أشياء هم وايدة مثلا هذا البيض هاي اللي حطوه بالصحون وايد أشياء من يوم وايد كبير وكله فنان يبين عليه كله فنان وكله زين وكله قاوي خفيف المطعم وعلى الطريق يارك الله يا أبو هامر يارك الله يارك الله.
بسم الله عليك، بسم الله عليك يا ابو خليل، بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. اي والله ما ابغى هذه غادي بخير يا ابو، الحمد لله. حتى اي والله حتى رد حال، حتى رد حال البارح منصفج وجهه غادي هالكبير ولقمه. الحمد لله ان الحمد لله ان غدا بخير. يا الله يا رب انك تحافظك يا ابو خليل وتبارك فيك ويحفظك ويحفظك لسه دوياك من صغير ومن كبير ومن كل شر ومكروه يا رب العالمين. يا رك الله، يا رك الله يا ابو خليل، يا رك الله يا ابراهيم توفيق. الله يسلمك يا رب. Will told me what is our orders, okay, please. Okay, so this one is the carrot cake. Carrot cake. The taiwo with the veggies, carrots, coriander, cabbage, and courgettes. Uh-huh. This one is the tortilla with potato and mixed peppers. Uh-huh. And the Bombay potato roll. Thank you very much. Thank you. Ibrahim, ترى ما في شيء طلب اسمه حقك أنت وطلبت حقي أنا. لا. بنسوي الله يسلمك شيرينج. أنا بتشاركوني في هاي الأكلة؟ لا كلنا بنشارك ويا بعض. أنا ما أريد أشارك حد. لا ما عليه، لكن نحب نشارك. أنا ما أريدكم تشاركوني. عاد أنا طحنت داي. أنا بالعافية. ليش إبراهيم؟ أكيد يا أبو محمد. I'm joking. شكرا. I swear I'm joking. أكيد إبراهيم. أبصلك. شكرا. أفضل يا أبو خلاص. شكرا. الله يسلمك. كم في منتهى الروعة. هذا عاد لا تحد يسألني شو داخله، يزر وما ادري شو يرد، طعمه شراب، طعم الزنجبيل فيه حار شويونه، يعني كله خضار، هذا ما في اي شيء، لا لحم ولا دياي، وما في هذا بس في بيض، وهذا بس خضره وعلي واللم ولوبيا وسبانخ، كل شيء زين ومفيد، وايد زين طعمه، مره بينك وبين سلفرج فرت حصاه، عاد ما اعرف اسم المطعم، مكتوب هنا الكريس كريس لتحت. هذا هو مره ليكون هم باسم المطعم؟ لا اسمه؟ اكيد زين. هذا ابوي اسم المطعم ورخيص. هذا نحن شوف طلب، طلبين ثلاثة أربعة 32 جنيه، 32 باوند يا بلعاف. وكوفي هذا أنا بعد من هالكبار خد، وهذا واحد بعد مقير وواحد كابتشينو. يلا رخص الترام، الله يعز النعمة. رقم واحد أكلهم فنان ما شي شراته. طلع اللي في الكلينكس هذا ما بعنوانه، اللي في الكلينكس هذا ما بعنوانه، هذا العنوان. توقعت انه ما عنوان برا اسم دكانهم بيحطون على الكلينكس، هذا ابو العنوان. لا تقولوا ما قلنا لكم ترى. واكلوا هذا كارت كيك المعروف العادي عند كل حد، هذا غريب وعجيب وخفيف كريوك، وهذا نفس الشيء. هاي هذا محشاي نودلز، نود مال الفلبينيين، لكن داخله يزر وكله خضره، يعني خفيف وفنان، وايد فنان. وهذا بعد رقم واحد، والله شيء من شفته من بعيد ما تشجعت، لكن يوم طعمته لانه شيء وايد لذيذ. ما اعرف نسيت عاد شو اسمه. على فكره ترى الباب ينقرا من عنوانه. قلنا له يا حبيب النبي غاوي ابو خليل، لكن وايد فنان. ما سمعت. ايوه مهضوم. فلك زعلان؟ مو بضرب تاكل بحلجي ليه؟ كيف الاكل وايد جميل ما شاء الله. في العافيه. الله يسلمك يا حبيبي. صادوصة؟ ايه عشت. طب عندك واحد في الليل ما شاء الله. هذا اكسفورد. وين اللي تاتلي هناك؟ ابو خادم صار وتوادرنا وياه. هذا المطعم اللي خبرتكم عنه، اكل وايد فنان ما شاء الله. يوم بعد يميع العرب ما شاء الله. خلو. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما تشدون خبر. بسير منطقه في نص الهايد بارك، وين المقهى اللي العام كنت ايلس فيه. بيلس هناك عندي موضوع. نعم خير يا ويلكن، عين ابوك مع لحسكن. سمعت بل عليك صوج عين ما قواكن يا القويات. سمعت ابراهيم؟ سمعت يا ابو. شفت القوامه كثرها؟ حلهم برشا. فاقول لكم ان شاء الله عندي موضوع ضروري اتكلم عنه، بسير الحديقة في الكوفي اللي ضاري أجلس فيه العام في نص الحديقة، مكان هادي، وإن شاء الله أني برم أوصل الفكرة لكم، الموضوع اللي أريد أتكلم عنه إن شاء الله. منظر جميل وجو حلو، يعني إن شاء الله قبل ما تغطي الشمس تخيل الله.
وانتم ما تبني اصوركه؟ لا صورك. لا طلعوا ما بس جواتيك بعد ليه تجوتي تشاهد بعد هاي قطعتها هاي هاي جوتيها زين وهاي هيجي ما يتشاهد بعد مالك مال حمامين ديور بالله عليك قربلاته ما بهين بعد هاي والله انا نلبس نعول ديور وهذا اللي يقطع بين هذا ما في اريح منه هي ترى روزنا حطوها بشرف وغرف ما يازت عن طرارته انتبه تيوزين على لبسها بسمل اقول لك صبري ياي ترى جوتيك فنان امزح وياك سمعت تقولي لي كرهني فيه والله ما امزح بتحريني هذا الله يحفظك مع السلامه بنتي ما اعتقد نقدر ما شاء الله عليكم ما شاء الله يا ربي وين باروم ارمز اقول لكم ما باروم الله يحفظكم اني اسير المكان هذا وعدتكم فيه لان العالم زحمه ولا تروم تظهر وان ظهرت ابوي ما تقدرت تدخل وان خطيت ابوي كل حد شرق وغرب فما في فرصه ابدا ابدا ما في فرصه مليون مرحبا هلا منور منور كيف انت شو الزحمه اقول لك فوق بعض العالم ها لا طلع الكستنه كلها العرب على الكستنه محترقه بعد شو من الريحه الله يسلمك يا حبر وين ابراهيم تعالي ربعي ابو خليل سلم على الرجال وين هو هذا بعد هلم عناق حار تبغي لباس سناب ابراهيم ليش ما تنشره ابراهيم ما يبي حد يعرف سنابه ابراهيم سنابه خاص كيف خاص ما يبي حد يعرفه هذا قدام اساله شوف ايوه يا ربي يا ابراهيم انت وين بقولها ابو خليل ما ترون بيتمشي مستحيل مستحيل ها شوفوا حاطين شرطه ابوي ترتب اللي بيدخلون للسفج من كثر العالم ها شوف كم يباغم ربه اللي خالجني فقير يباغم ربه اللي خالجني يرتب السير يرتب ويساير والياي ما يصورني انت تعال ياي تعال ياي اي يا ويلك ليش صور بعد شوف العالم شوف العالم يا ربي ابوي ما بسيل هايد بارك ابوي ناوي اسير اجلس على هايد بارك واصور لكم الكلام او اتكلم عن الموضوع اللي قلت لكم بتكلم عنه ابوي اليوم المكان ما يتودر اللي مضيعت ان ام ابوي هني موجود اها لا حد يصير ابوي لا حد لا ما عليه لا ما عليه خايف ودر عنك والله انك عليك رفجه انت من وحين عليك والله لا تقول والله لا تقول بيظهر بيخبرونك ما عليه تخبرني الحين عليك رفجه ما عليه حياة اصور ما بمسح انت تعرف اني بنزله مستحيل اسم حميد الغفلي هذا ريال انت عارف وياه من زمان غير انا ما ابراهيم اتذكره يقول نسيب زين انت لا ها في سبب صدق عارفه كيف من قبل خدية انسي يعني نسيب بعد شوف بعد غير الله يحفظك وين سلفرج ابوي ما تروم تمشي حج يا حاج العرب ان شاء الله عباس معالي نعم عباس معالي دباس فلذلك قررنا نسير ابوي القهوه هذه قهوة نعين من الله يا سلام يا سلام يا سلام والله مليون مرحبا بريحة الطيبين كيف الحال تصوير مرة لو بعدني متواعد وياك ما شفتك سايرين السبيشالست كوفي نتقهوة قربوا التقهوة يلا هناك كورنر ما شاء الله من كثر العرب اللي موجودين اللواد ما شاء الله فابوي ما ربنا ابوي نكمل ان شاء الله بنسير بنت قهوه وخلاف بنسير تمشى بنسير السلفرج ما بنسير مكان غير وين قلت لكم عندي سالفه بعدها عليكم ما اعتقد ان بيواحيلي لان مكان هادي هناك وحين ابوي انا ما في اودر العرب والاناس والخلق الله ما خلق واسير اعزل عمري بالرغم ان الموضوع وايد ضروري يعني الحين عاد انت ها أه؟ فرحان لا لا فرحان انا يا ابوي اسبكوا في هذا هي والله هذا يلا
نصيب ورك شوب كوفي سبحان الله مبند ما لي نصيب وهذاك سيل فرج ما لي نصيب ما لي نصيب والله مليون مرحبا بالكويت ومن سكنها في الكويت على الله انتوا هالامارات عين وعين يعني تسلم اي والله ونحن بعد ما نلقط الدوره منكم والله ونعم فيكم انت جاي سياحه وجاي كشافه كشافه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعزك وانت الحين في الكويت وين لحقت علي انا في ابو ظبي كيف تعرف حقك فلوس ومثلا الناس الطيبه نلحقها ونتبعها لا خلينا منك خلينا منك انت من الناس اللي نفتخر فيهم جزاك الله جنة الى الله يحفظك تحياتي لك وللسره الكريمه ما شاء الله اسمك خالد ايه الله ونعم خالد وخالد ما يكون الذيب اوكي لا خليت هالرجال اللي وياك ما بطلع يصور ليش يخاف خايف لا تخايف متضايق منهم من العيال قايلها في لبنان ايوه قايلها في لبنان هو احنا ما صورنا عيال سيد ابراهيم هل يشرد نحن نظره يلا في مال الله يعلكم في داعه الرحمن ابراهيم شفت السيد اللي هذا كم طوله ها كله على بيتزا ما شاء الله اي والله ما تل شعب اكيل مبعد شعب اكيل عالم وايد هذا كله مبكين ما شاء الله لا اكيل ابراهيم لكن الاماكن اللي نحن خطره في جداها هذه ساير جاي كل اماكن مميزه ابراهيم براندات وايد زينه ولا شيء اي نعم فلذلك تلقط خلق الله ما شوف شوف كيف ضيعتني توك من الامه هاي ما شاء الله ما شفتك وين صرت اي والله شوف العالم وين بتعرف ربيعك من اللي تشوف ها وين تشوف شوف ها في التقاطع حينه وين تروم تمشي في نص هالأمة إبراهيم حط يك أبوي في علباي يلا هي نعم هي نعم أبوي نسير الله يحفظكم سيلفريج ما يندخل خلق الله ما خلق قلنا أبوي بنسير محل ما جاكيتات فيه شايف جاكيت الماركة يسمونها مونكلير هاي النايلون الربل لون منخاري زيتي غامج ومن داخل بنفسجي وما لقط قياسي وإن شاء الله إني الحين يمكن هاليوم ألقط قياسي إن شاء الله وسايرين ناخذه إن شاء الله إبراهيم أبوي لقط قياسه وأنا أبوي مقاسي ما لقط قرب الله إبراهيم قيام من حظ حظيظ إبراهيم لا ما في ابراهيم مال ربيعنا هذا ابراهيم انت ابويا بسم الله بلاك شفت هاي ربيعنا الفنان متى شايف انها الريال شايفينه في المانيا هي في المانيا واليوم شفناه صدفه هي واليوم شفناه حتى ما بطايع خليني اصوره ليش يا اخي تهنمونه ابراهيم بسم الله عليك الرحمن ترى ظهر بنا ابو بريجع الله يحفظه ما يبي حد يطالعه من شارع لشارع من شارع لشارع من داعوس لداعوس وين ندور مونكلير ترى مونكلير ابوي كل هالعرب تدلل لا انا ولا ابراهيم وحين ابراهيم هو ابوي سال ما ادري منو قالوا له ابوي ان مونكلير مره عدال وي بيتون ونحن سايرين الحين حقه ابو خليل اكبر ذس واي وينو ذس واي which way please thank you اليوم جسمه ولا راضي ما قاله والله نحن عاطينا 30 فوت في 30 فوت ولا 20 فوت هاج تجاريات تمشي وكل تجارية حتى بابين دكان ونحن يوم حد يعطونا شيء من الحكومة ما البلاش الأرضية تشل 40 دكان وفوق 60-80 دور برج بعده يتشرط ليش عطونا نحن مبعد على زاوية وليش معطاهم لنا مبعد وليش 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 وشو حليلهم انيها شو ماشي 20 فوت والارتفاع ابوي 5 ادوار وطع شو تحفة معمارية لو بتيلس تبحلج عيونك عليها 40 يوم ما شبعت من شوف هذا المنظور الخارجي يسمونه المنظور الخارجي للبناية يعطيها
رنق غريب الأطوار. هالمنظور الخارجي شيء جميل في منتهى الروعة، 70 بـ40 بـ100 من شكل البنيان يجسده المنظور الخارجي للمبنى، سواء كان بيت تجاري، لبس إنسان، هيئة إنسان. يعني سبحانك يا رب، المنظور الخارجي له شيء تأثير السحر. ها؟ صغير. هي. قال شو أنا؟ شو قلت له أنت؟ شو تبى؟ قلت له وين محل هذا مونتكلير؟ مونتكلير؟ مونكلير. مونكلير. ها الإشارة، ها الإشارة حمرة. مب أنا. شو قالك المحل؟ شو بلا؟ سمول. بس روح حسمول بلاي شيء؟ لا صدق والله. صدق. قال لي محل صغيرون. بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالاردن شو تولى؟ لا بالانجليزي شو؟ سمول. صدق والله؟ والله. شنو؟ سيلفي وياك صورة، تعال عاد وراي تجي. وراك؟ هي حق تظهر في الصورة ها. شوف والله. 1 2 3 هاي. لا تشيز قصدي. تشيز. أهم فيديو ولا شو؟ لا صورة. تشيز. 1 2 3 تشيز. تشيز هذا تشيز ترى وعلى ابوه لما تشيز. من اجمل البنايات اللي فيك انت يا لندن، واعرقها واجملها وافخمها بنايه كارتير، محلها ودنياها ودنيا علمها وخبرها وترتيبها، وبالاخص على الشارع اللي هي فيه. يقولك ما تنقز إلا السمين، أبوي ما تنقز إلا السمين. طعم زين اللي بناية بناية كارتير زينة. والحي اللي موجودة فيه وكالة كارتير روحي أبوك سوالة ساوية. خيب هريا قدامي يبغى يتكود. خيب. شو اسمه المحل؟ عمرك ما تحبني الحين هادو ها؟ ايوه اي والله ترى هادو عدالنا. يا ربي كم شيء خلق الله ما خلق قدامه. ليكون بعد ما تدري ما عندهم سيل، ما شيء تخفيض عنده. ما بناخذ عنه، ما حد قال لهم ما يسوي تنزيل. بنشوف هنا ولا مشترى، لا بنشتري ولا شيء. الكباتب منزله ما شيء سيل، خلق الله بعد لاين خارج. قالوا لنا هناك عدال ما ادري شو. وينك وين الوصف؟ انزين برايك انت لا ترك ما يخصني فيك. اقول لكم نحن ندور شو اسم المكان؟ مونكلير. صرنا مونكلير ابوي ندور اللون اللي انا اريد، اللي من داخل لونه بنفسجي ومن خارج زيتي غامج. المراد ابوي ما لقطناه وقالوا لنا سيروا مكان غير بتلقطونه. نحن اللي عندنا وقف. قلت ابوي هالريال قال لي ابوي لا تاخذ مونكلير ولا عندك خبر. لا 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 خذ هذا شو اسمه هذا؟ سوبر دراي. او انا اخذ سوبر دراي اخير لك عن مونكلير. اي فنان. وانتبه وانا زقته شفته يزقر ابراهيم. ايش عرف ابراهيم؟ منو ما يعرف ابراهيم بعد؟ ابو خليل. وراك انت؟ والله ابراهيم ابو خليل وايد وايد فيمس استويت. فيمس وايد. فيمس. لازم تودينا هناك سمك وياك. زين ايش عليه هناك ابو ظبي عاده. لا من بعد. زين ايش عليه؟ ابراهيم شوف هاي السيد اللي على يمينك. هذا السيد ها كلهم ابوي العربي تريون هالدكان. هذا عنده سيل محل شو اسمه؟ متجر جوتشي. هالعالم كلها تري السيل. شوف الزام حد يدخل وحد يظهر، حد يدخل وحد يظهر. كل هالعالم ابوي تري فرزه داخل المحل عسب يرمون يدخلون. شو رايك؟ زحمه. ايه هاي اللي يقولون والله ما حد فيها لندن ما ياها أوادم. لندن تصفر. وين تصفر؟ لندن أبوي ما تصفر، هم يتحرون ها لندن تصفر. لندن تصفر بالله عليك. لا والله. والله مليون مرحبا. أبوي جزاهم الله خير. قال روحنا بوديكم أبوي المحل اللي أنتوا تبونه. يودينا هالمكان اللي الثاني. شو اسمها الماركة هاي؟ سوبر دراي. سوبر دراي. يلا. شو تصور إبراهيم؟ أصور هالكلب. كلب؟ غريب وعجيب. شوف راس أنت بس يصدق شوف دب إبراهيم هذا.
هذا كان لا لا دب دب والله خلاص دوك 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 يا دوك ايوه خربت عليها تغني الحرمة سبحان الله ابراهيم ابراهيم عرفت شو هذا؟ هذا يقول كلب لا هذا كلب لا ها كلب ايوه هذا لا دب هذا هذا اما كلب اما اما كلب كلب هي اما شو اما كلب وابوه دب دب ابوه دب وامه كلب عشان كذا طالع على ابوه هذا ظهر على الابو والجسم الام هي هي الجسم الام خبرها خبرها كلب وكلب اكسكيوزني اكسكيوزني This dog? 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 خربت على الفقيرة قالت الكلام يلا عادة ظهر أبوي المكان فيها الخنفوش الحين سايرين عسبة اللي يقولون بتلقطون الشيء اللي بيوز لكم فيها الخنفوش عاد شو اسم الشارع والله ما عارفه هذا المكان اللي الحين سايري لحينه ترى مرة في نص المعمعة يا سلام سلم يا حافظ يا حافظ يا إبراهيم ياي شو مقترحك يا إبراهيم شو المقترح مالك نروح البيت هي قصد الفندق نعم العيد من الله خير ودي السامان هي بنصلح الساعة كم من المغرب وصل هي وصل هاي المغرب بنصلي المغرب والعشاء ونطلع ولا بالله عليك المكان يتودى لا والله ما يتودر ما يتودر لندن اليوم لندنية إبراهيم نعم لندن اليوم من الأيام اللندنية إيه نعم شيء لا صار ولا استوى الزحام شوف أنت الليتات كيف إيه والله شوف شيء أبدًا دنيا صليج 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 والسامان أبوي اللي بمية درهم اليوم 50 بيع اللص مخلص مسوين يا ابراهيم بيع اللص مخلص شو تطلع عليه ها اسمع اسمع الطرب اسمع اسمع ها نوبان 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 هي نوبان عنبرة يا عنبرة يا عنبرة مال خالدي وقف ايوه ايوه هاي هذا أبو محمد أخو توني ها فوتو فوتو ايه ايوه لا يا أمي ما يلا بعد وحدة حرم تعال تعال السلام ورحمة الله وبركاته أقول كم والله أنا نزلنا من التاكسي نزلنا من التاكسي والسبه الزحمة عين أبو عادي يا زين الزحمة ترى كل زحمة تختلف عن الثانية زحمة لندن يا أبوكم تنشرى تنشرى بيزات تدفع تدفع على زحمة لندن أبوي جنيهات نمحك حكة جنيهات تدفع على لأجل زحمتها زحمة لندن تختلف عن أي زحمة في الدنيا العودة مرحبا والله أنا أبو مطرب أقولكم زحمة لندن أبوية تختلف عن أي زحمة في الدنيا العودة الزحمة الخفيفة والناس أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير كم فرحتي بخبروني إنك عيبت تسمعين لي وطالعيني أنا والله بخت عيني كم ودي بودي أي دبي يا غير ولدش في ردات شيمة ما موجودة عند حد وين بنت لاقى وياك فالله في كوفي وين بنت في مطعم عجيب هذا وانت مري والناس وعرب وقبائل كيف يعني تلاقى وياك في مطعم يعني فيهم عيالكم تعلموا ومذهب ما في الناس كلها شيء جديد شيء دخيل علينا وين بنتلاقى في مطعم وين بنتلاقى في كوفي يعني معقولة هذا عبد الله يعني معقولة لا فتني عليه فتنتن مالها أول من تالي
بس الشراع اقولي مفروض ما تشوف العرب تعزمهم على بيت لو حتى عند ويه الباب ما حد عنده الا الحين عليه قصير وما عنده بيوت وميالس الناس كلها بخير ولدكم هذا ترى متجمع غادي لندني. السلام عليكم خالدي الخالدي، انا وبابا نحبك وايد وشفنا يور سناب شات ويا عبد الله بتلاقون في الكوفي بعد نحن في دبي لازم تي دبي وبنلاقى في اوبين ماذا ما بعسين يبين البيت هي شوف شوفي اي روى شو روي لا الكام بدي اصبر خلينا بحول الكاميرا كيف يحولون ماما ما يستوي بس لازم شيء اوكي تشوف انت تشوف اوكي هذا اوكي ونحن ياسين عنا بلانكيت وين بلانكيت وعندنا كاوتش اوكي صح نحن نحبك مع السلامة. المطعم هذا تجايين نحن سوداني ودي ثلاثة أربع وديات غير أنا أنسى اسمه. المطعم هذا مطعم إيراني من المطاعم القديمة في لندن. زين طلباتكم تنورهم عندهم حار هاي الساعة الخبز حار وأكل إيراني تعرفونه أنتم كبدة وكشك باذنجان وما أدري شو ولا كل هاللي تشوف من هالنوعية عند العرب يعني. أكلهم فنان ومميز ومن أحسن المطعم ورخيص رخص الماء المطعم هذا رخيص ومميز وأكل دومه فريش يكون أكل فريش ومميز وايد رخيص وايد فنان ولذلك ما تلقط مكان وما عندهم حجوزات حجزهم يجي من سبأ أكل النبأ على ما قالوا المصريين اللي يجي من قبل يجلس يتريق من يتفضى طاولة يجلس يعني ما فيه حد مبدأي على حد عندنا المزة اللي هو مختلط من كل شيء يقول لك أمير زاغ غاسم وحمص المص ودردع وما أدري شو كل شيء يقول لك يعني. يقول لك خبز وقافية هاي الساعة حارة تدخن التنور هاك مطورة الحينة وتتهبش لين خلاص هذا طلبي هنا عبارة عن صيخ كباب مفروم وهذا أكيد الثاني دياي شي بعد هالنمون قلت لهم زيدوا وسووا كريسبي زيادة سووها النمونة وعيش شم هذا تعيدونه وهاي مرقة البيليان حق إبراهيم لحم وهاي مرقة بامية قحية حقينا وهذا مال إبراهيم وهذا مالينا هذا قسم تبعي وهذا قسم إبراهيم وهذا إبراهيم تبارك الرحمن المطعم هذا عنوانه مطعم وايد زين وفنان مال 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 كل حد يعني رومي باب من هلا بمبالغ في اسعارهن هاتي الحكي لا اتي وتشبع انت واللي وياك وتاكل اكل فريش طازم مطعم ايراني من اروع ما يكون قديم 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 مثل ما هو باين من ديكوره يعني فالمطعم وايد زين وفنان ويون الاكيله يعني مش اللي يدورون التسميت والفشره والصدع والديانه لا هذا ما بمال فشره هذا مال اتي تاكل اكل ايراني صح لذيذ وفنان وكل شيء فنان فيه الحمد لله أظني اسمه جوتا المطعم اللي فيه الكراميل اللي يسألون عن مال كريم كراميل وانت ظاهر من الباب الطرفاني اللي عليه مال السلفريج وين تطير هالكريستال العود تخلي الباب هذا في ظهرك تظهر سيد لا يمين ولا يسار يوديك عند وين المطاعم وهاي الأشياء عليك اليسار اسمه جوتا أظني جوتا أو شبه المهم اختصاص أحسن ما عنده هو الكريم كراميل يعني من العام نحن نقعين صايح أنا نقعين صايح العرب كلها تعرفه أنا ما أتذكر شو اسمه جوتا أظني أو جوت ما بجوت جوتا أظني وسيد خلق الله ما خلق عنده الكراميل اللي ما بياكل عندها المحل كراميل في لندن لا ياكل كراميل دبة حياته موجود على اليوتيوب حاطن عنوان العام في أية العام في نفس هالوقت أظني بعد حتى في العيد الصغير ييته والعيد العود ييته ويا غير ما أتذكر شو اسمه عاد ترى ورانا مشي مدة على الأقل ساعة إلى ساعتين مشي
لا توقلت 40 دقيقة الهيلين لين هرج من هني لين هرج 40 دقيقة لا مني لين هرج جنبت أنا وما رب ما عليك باس شوف من هني لين هرج 45 دقيقة ومن هرج لين عندنا 45 دقيقة يعني ساعة ونص ان شاء الله مش من هرج للبيت 45 دقيقة هي قريب قريب امس امس ما بسرنا مشي نفس الشيء قال في الحمام الحين لو لا انت تبى الحمام هذاك الباب ها هذاك الباب يلا سير. يلا 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 بنسير كم من دري وبتوصل يلا 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 بارك الله فيك ابراهيم بعيد الدرع الحمام سويتها فيني صح تدرون تدرون كم يبعد هذا كم يبعد ثلاث ادوار يا ربي طيب هي والله تدروبنا نحن وين نحن ويا هالرجال الطيب متلاقي وياه في دبي واليوم جيته في الصدفه من حنا نمشي ظاهرين من المطعم على اساس ان سارين جده هارتز ما هارتز وظهرنا وين نتينا عند سكيتنج سكيت اللي ما ولا تحرك من رواد لندن اول مره اي والله عسبتي سالتك عن سكيتنج اذا اللي ما يعرف سكيتنج ها ما من رواد لندن صح سكيتنج تحيد اللجرلندي اللي في نادي النصر هذا اخوه خلصنا من العشاء ظهرنا الحين نتمشى في شارع شيء على اساس بنسير جده هارد اتصلوا بنا ربعنا قالوا نحن يلا والله ياسين في الماي فير في مقهى كان بتون تيلس ويانا قلت بني ودرنا بنود سيرة هارد بنسير جدا ماي فير المقهى ونحن نمشي في هالخريخيشات في هالشارع ولأنه ذكرت المطاعم اللي فيها الوز معلق الأول ولأنه أظهرنا الشارع هذا على شو على سكيتنج هذا عاد سكيتنج اللي عمره ما يقارب 40 سنة أنا لحقت عليه 40 ما يندرى هل هو لين اليوم سكيتنج لغة اللي غيروه ما أدري هل إنه لين اليوم سكيتنج ولا تغير الله أعلم به اللي يعرف شو مكتوب يخبرني هذا ما بمكتوب سكيتنج لو سكيتنج كلمة غير هي والله ذكريات حق هالمكان أول الله يحفظكم الناس تي لندن أغلبية العرب اللي تي في بعيالها سكيتنج هذا يلعبون سكيتنج والأول شيء كانوا مدربين وعقب ما جت الوادم اللي هني وشافوا سكيتنج هذا فتحوا عندنا في دولة الإمارات أول سكيتنج كان في الليجرلاند اسمه الليجرلاند عدال شيء مقهى يسمونها الكوفة وسوين ملاهي هاي مثل لندن آي تشوف الدنيا كلها مثل اللنج هاي شاطوحة بعد من غير وهذا كله كان في نادي النصر كان شيء ممتع وجميل شيء فنان يعني وعقب أبوي سووا هناك اللي يو شافوا سكيتنج هذا وخلاف أبوي سووا أخوه هذا في الليجرلاند في دبي وحين سايرين نحن الله يحفظكم شو اسمه ماي فير من نوصل بنسوي في هذا زي أرمس إبراهيم أبوي أرمس قول شيء أقولكم اللي توني نزلت الكرت هذا مال مال كريم كراميل ما ادري تو منو من المتابعين جزاه الله خير اندبليه وصورته وحطيت لكم اياه حطيت صورتي بعد عليه تحراني بعد سمك زين انت هب شوي يعني تسلم خطير ابو محمد زين ابراهيم شو رايك في المطعم اللي تو والله رهيب ومهضوم وحلو مال الناس العاديين كفايه اللحم انصرت سراتي والله انه انصرت شرات الحلوات السلطانيه مال عمان ايه كذا شوف انت نعم ما شاء الله عليك يا ابو خليل ما تسوي الا الزين انت اللي ما تسوي الا الزين يا ابو محمد جزاك الله خير How are you my brother الحمد لله Okay you've been to Dubai how many times Well I've been there for 10 years 3 times a year Why From Sheikh Zayed Road to Deira to bloody Sharjah Jebel Ali to Clock Tower to Gold Souk to the fish market Jalla hey. ماشاء الله You have a business there in Dubai? هذا أخوه أبوي عاش هناك مبسوط في دبي ويستانس وكل سنة يسوي وليتين وثلاث Nice to meet you brother إبراهيم أضحك ما أشوفك لبق الليت
والله العظيم ما تبين. لا يضيق جدا. ها هي هي سيايير. يلا تعال. والله غاوي المنظر الحين. ايوه ها ها خليك في نص الشارع. يا سلام حين حلو. لونين. ليش؟ لونين. بصورها هكذا. يلا. شو تسوي؟ ها الحين ها ابراهيم تعور. لا 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 ما با ما با ما با. والله الحين واضح. لا 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 ما با ما بس خلني اصور هاللون.